في اليوم الثاني لزيارته التاريخية لإندونيسيا، خادم الحرمين الشريفين يزور مجلس النواب الإندونيسي، حيث كان في استقباله رئيس مجلس النواب وكبار المسؤولين. زيادة التضامن الإسلامي بما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام العالمي أمنيات غالية للملك سلمان. ومن منبر البرلمان الإندونيسي، خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى توحيد الجهود لمواجهة جملة من التحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية، وعلى رأسها التطرف والإرهاب والتدخل في شؤون البعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أستهل كلمتي بالإعرابي عن بركة تقديرنا لحكومة وشعب الجمهورية الإندونيسية الشقيقة على حفاظ الاستقبال وكرم الضيافة، مبديا سعادتي بوجودي معكم. إن هذه الزيارة لبلدكم الشقيق وما سبقها من زيارة الأخير خالد الرئيس للمملكة وزيارة تبادل بين المسؤولين للبلدين تأتي تعزيزا التعاون بيننا في جميع المجالات وما يخدم مصالح تطلعات شعبينا الشقيقين. حضور الكرام، إن التحديات التي تواجه أمة الإسلامية خاصة والعالم بصفة عامة وفي مقدمتها ظاهرة التطرف والإرهاب وانصدام الثقافات وعدم احترام سيادة الدول والتدخل في الشؤون الداخلية تستدعي أن نقف صفا واحدا لمواجهة التحديات وأن ننسق المواقف والجهود ما يخدم مصالحنا المشتركة. العاصمة جاكرتا لا تضيع هذه الفرصة الثمينة لتتوالى لقاءات خادم الحرمين الشريفين والرئيس الإندونيسي في قصر مردك الرئاسي مع أبرز الشخصيات الإسلامية في إندونيسيا، والرئيس ويدودو يؤكد فخر بلاده بجهود خادم الحرمين الشريفين في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين، وشكر من القلب من الحضور على إتاحة الملك سلمان فرصة اللقاء لهم، مشيدين بجهوده يحفظه الله واهتمامه بخدمة الإسلام والمسلمين. اتفاقية بين المملكة وإندونيسيا في مجال مكافحة الجريمة، واتفاقيات استثمارية وتجارية تتخطى قيمتها 17 مليار ريال، حيث عقد ملتقى الأعمال السعودي الإندونيسي على هامش جولة خادم الحرمين الشريفين لدولة آسيا، وشهد توقيع 4 مذكرات واتفاقيات شراكة استراتيجية بقطاعات الطاقة والصحة والإسكان والسياحة، وفرص استثمارية واعدة يتبادلها الجانبان. أبواب مشرعة لدفع مسار العلاقات بين الرياض وجاكرتا وتخطيها إلى مستويات قياسية بما يخدم الدولتين والأمة الإسلامية.